جينا ريحنا عند واحد صديق خدار، تلفتنا تتبان لنا لابيلان جايه، جينا بغينا نشوف واش اللي واقع. تا لقينا الناس سبقونا، قال لك راه واحد المراه مذبوحه في الدار، وراه كاينه معاها بنتها تا هي مضروبه، كاينه دركا في المستشفى حاله خطيره. وفاش سولنا قال لك راه ولدها، الناس اللي تيقولوا قال لك راه ولدها اللي ضاربها، ولكن مازال 60% ما عرفناش الحقيقه. ولكن هاد ولدها اللي تيقولوا واش كتشوفوه دابا ولا ما كتشوفوش؟ لا ما تنشوفوش. لا ما يعني معتقل؟ لا ما كاينش. ما كاينش كاع؟ اه ما كاينش. ولكن سمعت الجرائد بانه تحقق اليوم. عاودوا لي شي ناس واحد شويه هذا، قال لك ممكن كان الاعتقال ديالو في شيشاوه. شي ناس رجع الابن ديالو واش كيعاني من شي مرض؟ اخويا كنا تنعرفوا عليه درويش حتى هو، وتيبيع ويشري حتى هو بحالو بحال ايها الناس. المرأة دريويشة وسادة، ما عمرنا سمعنا عليهم، ما عمرنا شفنا عليهم، الله يعمرها دار، لا هي ولا ولادها، ولكن تيحضر إبليس. شحال العمر ديالو هاد ولدها؟ ولدها يكون تيتراوح من بين ديك 35 36 وملتزم و أنا سمعنا بأنه تيعاني، ولكن ماشي شي مرض اللي حد، ماشي شي مرض هو اللي حاد. وتنستنكروا هاد الجريمه، وما بيناهاش تكرر هاد الجريمه يكون لها حد. وانه الساكنه البارح كاع تروعات، والساكنه بيتها فايقه، واليوم صباحها الساكنه تتبكي وتيعزيو، والبارح كل شيء بكى، والسلطات جاتنا كيصايقه وحق الله، والسلطات كل بيتها سهرانه هنايا، بيت الدنيا عامره. جارتكم قديمه هذو استاذ؟ اقلطنا انا يا فراس. راه قديمه هنا، قديمه الله يعمرها هذا، قديمه واحد الانسان خلوقه الابتسامه ديالها ديما فمها، وما تخرج لكش العيب، وتسامح بحقها تسامح بحقها، الله يرحمها ويسعدها. امين يا رب العالمين. وقديمه في الحي، ماشي شي مراه بحرا سكنوا ولا قدام، وما عمرنا سمعنا عليهم دابزوا ولا تخاصموا مع شي حد، ولا ما عمرنا سمعنا عليهم شي حاجه. ناس الله يعمرها دار، وهذا الشيء صعيب. وكاع الناس البارح تكبوا هنايا وتفاجئوا بهذه الجريمه، وهذه راه جريمه خص يكون لهذا الشيء حد. انه هو الكلمه الاخيره، الله يرحمها ويوليها برحمه الله ويصبر وليداتها. وتنشكروا السلطات الرابعه، وتنشكروا الامن الوطني والقوات المساعده وكل من سهر على هذه الجريمه. وتنشكروا السي عبد الهادي بوريال رئيس المنطقه اللي تا هو سهر وقعد هنا الليل كامل، ووالي الامن تا هو اللي جا وقام بالواجب ديالو، والحمد لله اللي كل شيء قام بالواجب ديالو، وكل شيء سهر على هذه الجريمه، وكل شيء تقلقوا عليها الناس بزاف وتكرهوا منها صراحه الله. هذه الجريمه تا واحد ما حبها وتا واحد ما بغاها، وكل شيء تيشكي منها. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.